تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نواصل البرنامج متاعنا لمسة وفاة، ونذكر السادة المستمعين اللي يلتحقوا بنا الآن عبر موجات إذاعة الحياة اف ام. ضيفتنا هي الأستاذة الاستشفائية الجامعية والأخصائية في التصوير الطبي دجلة العباسي. إذا أستاذة، بعد إذا مرحلة الانترنات وكذلك ايضا ريزيدانا بليتو، لو كان تحكي لنا كيفاش الاختصاص نتاعك، معناتها مشيت للتصوير الطبي، لكن قبل ذلك ربما كنت تمشي في اختصاص اخر، هكا ولا؟ كنت باش نمشي لاختصاص اخر، حبيت من بعد كريت هي ليماجري ميديكال، بدات تتطور مع ظهور السكانير وظهور حتى التقنيات في الليكوغراف، كل عجبتني الحقيقه وكملت فيها شوي بشوية. وكان فيها هي المشكل في التصوير الطبي، فيه يا بوكو دو سو سبيسياليتي، برشا اختصاصات يوسطو بحكم نوعية المرضى يقصدوا فرحة حشاد. احنا أكثر نعملوا برشا مع الأمراض الورمية، تصوير الأمراض الورمية، وسكون أبال ليماجري دو لا فام، معناتها اللي هي شوية في بوكو دو تقصي الأمراض الثدي المرأة ولا لو بيلفيس فيمينا، معناتها عندنا هكا شويه اختصاصات كل بحكم الاقسام الموجوده في حشات. مدام تحدثنا استاذتي العزيزه عن الامراض الثدي، يعني سرطان الثدي عفى الله الجميع، يجب نقول يعني في تونس ما زلنا يعني ما زالت الارقام عاليه برشا، فهمتني؟ ما زالت ارقام، وعلاش؟ ما خاطر هو في البلدان المتقدمه معناتها اون كونسيدير الكونسير دو سان كوم اون مالادي كرونيك. المشكل احنا هو اللي لازم في تونس التقصي المبكر لسرطان الثدي، وهذا لازم حتى تكون نوفروا للمراه اللي هي باش تقوم هذيك الفحص الماموغرافي تعملها وقت اللي يلزم، ويلزم الناس تكون قادره باش تقراها وباش يوجهوها من بعد. مازلت عندنا احنا الحقيقه نقص شويه في المعدات هذيا. المراه التونسيه ما عندهاش ديما الحظ باش نجم توصل تقوم بالكشف هذايا. ما نحبوش زاد يكون مناسباتي، خاصة نحبوش الشهر الوردي. الشهر الوردي لازم يكون 12 عام وردي. 12 شهر. شهر و 12 معناتها حياة المرأة كلها وردية، علاش؟ خاطر نجموا توا عندنا الإمكانيات باش المرأة تبرى منه. المرض الخبيث هذه تبرى منه. خاصة كيبا في البداية نتاعو. في البداية نتاعو، مالوغوزمون ديما لي تيومور التو مازالوا معناتها مازالوا كبار وحكايه امكانيات، ومازلنا هي كانت الوضعيه هكا شويه، وجات حكايه المشكل اللي جات حكايه لا كوفيد خلات راهو معناتها الناس عانات، كوسي بها المواطن التونسي وزاد الطبيب التونسي عانى برشا وقت الكوفيد عانات. دونك يو بوكو دو روتار بور سيغتان مالادي، اي سي دوماج، معناتها المراه ما جاهاش الحظ باش هي تنجم معناتها تنقذ نفسها. نحن في القروان دكتور استاذه، يعني هناك القافلات الصحية خاصة في الأماكن البعيدة، الأماكن النائية، تقوم به الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في التقصي لأمراض السرطان، خاصة سرطان الثدي، خاصة تكون في حالة مبكرة. يعني مثل العمل ممتاز كما كنت تحكي سيادتك، ما يكونش شهر واحد، يجب يكون على كامل سنة. سنة. معناتها لازم يفو معناتها دوني لا بوسيبيليتي لا فام دو سو فيغ اكزاميني. الحقيقه هذوما نتاع البلانينغ فاميليال قايمين مشروط خاص، اما باقي ناقص، خاطر باقي المراه التونسيه ومعرضه للكانسر هذايا. ممكن فما نساء يحشموا مازال توما يحشموا ما يحبوش يهبطوا الطبيب. صحيح، ما يحبوش يهبطوا ولا تقول لك ما ثماش وكل يذوني، لازم نقلوا معناتها لازم كيش يقولوا هو لازم الطبيب يمشي للمريضه. صحيح. لازم بيبي يمشي للميد، وهذاك هو في سكون ابل ديبيستاج بريكوس، معناتها تو سكي كومباني ديبيستاج ماموغرافيك، هذاك هو معناتها التصوير هذيك تمشي للمريض. لازمها تمشي لها، ويلزمنا معناتها يفو تو ميتر اون اوفر بور معناتها ايسيي دافوار لو بلوس دو كا ديغنوستيكي. الحقيقه مازلنا بعد شويه الحقيقه في التقصي المبكر لسرطان الثدي، مازلنا شويه. ان شاء الله يقع الحد على كل ان شاء الله ان شاء الله المرض هذايا، ما نحبوش يرتفع، ان شاء الله ينقص. وان شاء الله المراه التونسيه، هو النداء من خلالك استاذتنا انه توجه للمراه باش تمشي وتشوف. تمشي ايه؟ تشوف روحها كل مره في العام في 6 أشهر، يلزمها هي تقوم، لازم تكون هي تكون عندها الرغبه، ويلزمها يقنعوها اللي هي يلزمها تمشي تشوف. وبعدك ثم معناتها يا ليكزامان كلينيك، ما الفحص
الطبي، من بعد ثم التصوير هذه الماموغرافي، ومن بعد كان عند لا قدر ثم حاجه، ثم تو الامكانيات تو في تونس باش نجموا معناتها نقوموا معناتها بالتشخيص المبكر بنوعيه هذا السرطان. اذا استاذتنا، خاصه انت خدمت في مستشفى فرحات حشاد، وجاوك الحالات برشا حالات برشا حاجات معناتها برشا حالات. نعم كما قلت انا، احنا اون في دو ديغنوستيك معناتها نشخصوا، اما انا ديما نقول لازم نمشيو قبل التشخيص، لازم قبل معناتها هذوما لي كومباني دو ديبيستاج، معناتها التقصي لازم تكون كما قلت انت، ويفو انسيستي راهو لازم يكون العام على طول، وديما المراه مش كلمة مختصر كان اكتوبر الوردي، لازمها ديما 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 ديما. والحقيقه انا عندي همتي كما نقولوها همتي بيمول، سكو بالحق توا عندنا في ثم شويه هكا تصحر طبي في تونس. سورتو في حكايه الاطباء الاختصاص، اختصاص التصوير الطبي، وهذاك عنده انعكاسات سلبيه على القيام بمعناتها مثل هذا التقصي المبكر. تو نجيو من بعد استاذه على اطاراتنا الطبيه المهاجره، تو نحكيو عليه هذاك، خاصه ان هناك نقص كما كنت تحكي سيادتك انت في بعض الاختصاصات في بعض المجالات. حبيت نسال سؤالك انت، معناتها وفقتي بين العمل نتاعك في فرحات حشاد مستشفى الجامعه فرحات حشاد، وكذلك تدري في الدراسه نتاعك كنت تدرسها في كليه الطب بسوسه، كيفاش وفقتي؟ مو احنا كيما نقولوا احنا عندنا لدوب الكاسكيت، من اطباء استشفائيين واطباء جامعيين، دونك ندرسوا في المراحل الكل معناتها من السنوات الخمسه، وزاد من بعد بوست دكتورال، معناتها عندنا انسينمون بوست دكتورال، نقريو في لي ريزيدون، ثم لي سي او سي، ثم معناتها هذاك الكل، وهذه على طول العام، خاطر ماك تعرف الانسان يزم هو يفوق سمات خاجور، يزم يعني ميزا نيفو لينا احنا، يزم معناتها اللي صاير يزمك تعرف بيه، يزمك تعمل، ويزمك تقوم انت زاده تاثر عباد، ماك تعرف احنا عندنا الدكتوراه ميديسين هذاك الجايزه ربي الدبلوم هذاك الدبلوم ناسيونال، يزمك دونك تقوم معناتها الاطروحات، ويزمك تحضر العباد كيش يقولوها معناتها ديريكسيون دو تيز ولا دو ميموار ولا حاجه كيك، دونك يزمنا نخدموا ديما العمل مش ساهل، صعيب شويه خاطر او ميم طون يزمك توفق بين العمل الاستشفائي والعمل الجامعي، وان شاء الله ربي ان شاء الله نقول ديما ان شاء الله عطيت معناتها حظ المريض وعطيت حظ الطالب ان شاء الله. ونحن نقولوا زاد ايضا وربي سامحني في كل ما كان تقصير، كان قصرت من الحد. حبيت نقول استاذه اللي حتى ان كليه الطب بسوسه يعني اساتذتنا كل من ابناء القيروان، هذا برشا عندنا برشا اساتذه، برشا اساتذه قاعدين يقريوا في الكليه، وبرشا اطباء نجوهم في سوسه، كما انت سيادتك انت موجوده في سوسه بحكم بطبيعه الحال العمل نتاعك، يعني الحمد لله ما حنا نفتخر ونثمن اطاراتنا الطبيه من القيروان. لا بالحق معناتها برشا طب من اصيلي مدينه القيروان بالحق، واللي هنا نفتح المجال لي انا ديما يظهر لي بيني بين نفسي توا كي كبرت هكا شويه، ظهرت لي انا قصرت شويه من شيره معناتها حاجه بالعيون، هي بلدي ما الله غالب الحكم يظهر لي ما وفرت لهاش حتى ان شاء الله ياتي يوم ان شاء الله تجيني. ما وفرت حتى شيء معناتها اوكي يجيو مرضى من الحاجب يمكن، اما انا ماذا بي كنت نجم نعمل يمكن اكثر واخيرا، ما الظروف ظروف الدراسه والظروف العائليه وكل ما انسان الانسان الطبيب راه ميم طون هو ان بروفيسيونيل دو سونتي ما هو سي انسان بشر، دونك عنده عائله وعنده صغار وعنده يزم يقوم بهم الكل. والحاجب انجبت العديد من الاطباء برشا، اي عندنا برشا اطباء سيري حاجب العيون، عندنا برشا اطباء انجبت الاطباء وانجبت الطبيبات، عندنا برشا بالحق. وبلاد الشعر والشعراء نذكر ابو زين السعدي، نذكر سي منصف الوهيبي، هذه في الادب والشعر، ونذكر حتى في الرياضه ايضا الحندوس، نذكر اخوان الشريط ايضا يلعبوا في السباعي في شبيبه الرياضيه القيروانيه. نحن نقولوا حجب عيون ولاده ما شاء الله في عايشك في كل المجالات، في الطب، في الرياضه، في الشعر، الى جانب حاجه اخرى جمال لا جمال الطبيعه. حاجب عيون منطقه مزينه برشا، فيها برشا مناطق خلابه بالحق، وطيبه اهلها وانت عايشك وانت انت قلت لي بالبدايه قبل ما نسجل، قلت بارك الله معناتها العائله العباسي عائله عريقه، عائله كبيره في الحاجب العيون، يعني ما شاء الله
هي بلاد مع البلاد نتاعكم فلاحيه، منطقه فلاحيه بالاساس، وانت دائما وابدا تحبين الفلاح. نحب الفلاحه انا نحب الفلاحه، وهذيك توا معناتها عندي مشروع ان شاء الله نتلاش طريف زيتون، ولا نحب الفلاحه، نحب الارض، نحب الارض خاطر هذيك هي اصلنا الاول. نحب الزراعات، نحب الطبيعه ومكان، ما نجمش نسكن انا معناتها من الناس ما نجمش نسكن في عماره، انا مش مستحيل. صحيح. نرضى نسكن في خيمه، وما نحب المناظر، ليسباس، نحب ليسباس، نحب ليسباس، نحب الهواء، نحب نشوف الشمس، نحب نشوف القمره به، ما وي معروف صافي بارتي دو موا، ما نجمش. نعم، وحاج بالعيون حتى الموقع نتاعها الجغرافي برشا، موقع جغرافي مزيان برشا. اي بالحق كما قلت منذ قليل، حاجب العيون، حاجب كل عيون، حاجب على بلاد خضراء، حاجب على جبل شرجبيل، هذا الجبل في الشكل نتاعو قوس هكا نصف قوس، حاجب والعيون، والعيون بارك الله وفرة العيون في حاجب العيون. ان شاء الله، وان كانت ندره في المياه المحاله في البلاد التونسيه، ولكن كي ترجع للتاريخ تلقى حاجب العيون ما شاء الله عنده عيون رقراقه، عنده عيون عذبه، وهي من المدن، من المدن الجميله والجميله جدا. عملنا فلاش باك، رجعنا للتالي الحنين بالنسبه لحاجب العيون، ونعود بطبيعه الحال. حبيت نسالك معناتها الطلبه اللي كنت قري فيهم ما همش من تونس بركة، بل حتى من بلدان إفريقية هكا. أيوة، من بلدان إفريقية جاونا، عنا برشا تلامذة من موريتانيين، بوركينا فاسو، من بوركينا فاسو جاونا، من بوركينا فاسو، من جزر القمور، من جيبوتي، دونك عنا برشا تلامذة من بلدان إفريقية. ونحب نسألك سؤال، أنت الوحيدة قاعدة تدرس في الطب، تصوير طبي، ومعك واحدة أخرى أستاذة أخرى في كليه؟ لا الكليه، احنا برشا ساده من هنا، ثم زاد من الذكر انت قلت مثلا القروان ولاده، عندنا اطباء اصيلين مدينه القيروان، منهم مدام امان عيسى، سي عبد الرحمن دعلوشه. لا نحكي في الكليه، يدرسوا في الكليه، يدرسوا في الكليه، هم يدرسوا في الكليه، هذوما زاد اطباء استشفائيين، اطباء استشفائيين. نعم كلهم لهنا، ثم زاد اللي خرجوا للتقاعد كما مدام كلثوم التليلي، زاد اصيل في مدينه القيروان مثل قريس، معناتها ثم كنا نقريو توا مع حكم كما قلت لك شويه هذه سمحتني بالكلمه التصحر الطبي. أيوة. للساده معناتها اللي يوفروا الاطار التربوي والتعليمي، في نقص شويه في كليه الطب. وهذا ما يجرنا انه نوع الطب الاختصاص في تونس يجب ان نقولوا برشا هجره، قاعدين وزاره الصحه قاعده تفكر، ما نعرفش، لا قاعده تفكر، قاعده تفكر خاصه في المناطق الداخليه. المناطق الداخليه ناقصين برشا. اي من الاخرى حكيت انا وياك، معناتها ثم يا اون سوليسيون، سورتو ان نحكي على الاختصاص نتاعي، سكون ابل تيلي راديولوجي، معناتها سي هو يكون انسان، معناتها توفر المريض، معناتها باش يكون في اتصال مباشر مع الطبيب اللي هو في بقعه اخرى، اللي نجم يقرا له الاكزامان نتاعو. ايوا الوسائل هذه، الوسائل بيان سور هذه مش تكون هكاكا، خاطر الباهي في التيلي راديولوجي في البراتيك نتاعها هي، لانك معناتها تنجم انت معناتها تبادل المعلومات مع طبيب اخر، الكل سكون ابال معناتها هي فوكا لابوتيس كيلكو باغ سي تيلي راديولوجي على تيلي اكسبيرتيز، معناتها الانسان يعطي معناتها انا في ديكسبير هو باهي، وانا يظهر لي هذه سي كو باهي للطبيب وباهي للمريض، خاطر هو ما يقعدش يكون عنده عائق، ما نجمش ما يلقاش طبيب باش يقرا له التصويره اللي عملها الكل، ينجم في اي بقعه. بيان سور هذه راه مش هكاكا، لازمها تكون مقنع، معناتها لازم مش هكاكا مع اي انسان، ويلزمك المعطيات الشخصيه نتاع المريض لازمها تكون محافظين عليها، خاطر معناتها هي لا كونفيدونسياليتي، ويلزم ان بروبليم دارشيفاج، ان بروبليم معناتها يا دي امبيراتيف بور سي تيلي راديولوجي. اما راهي توا انا يظهر لي في القريب العاجل نجم يكون حل هذه اللي معناتها فقدان الاطباء الاختصاص في تونس. ان شاء الله تكون ثوره تكنولوجيه جديده. لا هي موجوده راه في العالم كامل معناتها قاعد يخدم بها. لا في تونس نحكي، في تونس. في تونس ان شاء الله، اما كما قلت لك معناتها سا دوا سو فير، معناتها لا ترانسميسيون دي دوني دوا سو فير دو فاسون سيكوريزي. معناتها لازم تحافظ على معطيات المريض، ولازم تكون معناتها يا دي زيكزيجونس من طرف الوزاره ومن طرف الناس الكل، زاد نتاع لي كونسي دو لوردر، كل الناس تكون موافقه. معناتها ليكزارسيس معناتها لا تيلي راديولوجي لازم يكون مقنن، قاعد ماشيين فيه تو هذا. باش نسالك استاذه، المؤتمرات الطبيه انت شاركتي بطبيعه الحال في العديد والعديد من هذه المؤتمرات الطبيه، وما نعرفش انت عضوه في اي جمعيه او في جمعيه معناتها السوسيتي تونيزيان نتاع الراديولوجي نتاع الطب التصوير الطبي، وزاد السوسيتي فرونسيز
دو راديولوجي وكنت فيه معناتها ممبر نحضر ثم معناتها كونغري وظروفي العمل تسمح لي باش نمشي نحضر كسوا هنا في تونس ولا لبرا مشيت والحقيقه ديما راكي تشوف عباد اخرى تشوف سورتو يا توجور دو انكسبوزيسيون سبونتيفيك معناتها تشوف اخر معطيات في التقدم التكنولوجي معناتها تشوفوا وكيما بك انت قلت لك معناتها لازم تكون معدات نرجع للتيلي راديولوجي لازم تكون معدات معناتها كابابل دو معناتها دافوار سو جونغ دو ديكزارسيس واكثر حاجه لازم نستحضر سكون ابيل لو سيكري بروفيسيونيل لازم هذاك يكون معناتها معناتها سيت اون باريير روج حد ما يتعداها اي اما ان شاء الله ماشيين فيها ان شاء الله معناتها ثم خطوه قاعده ما في الوزاره سورتو التصوير الطبي سو بريت بيان سو جون دو التكنولوجي هذاك تيلي راديولوجي ان شاء الله معناتها انا نكون في داري يبعث لي اكزامان من بقى اخرى تعمل مع عشان نقول سيدي بوزي ا ديستانس نقراه نعطي الساعه يعطيني هو شنو هي الدوموند تاع المريض بيان سور هذا كله افيك توت معناتها كيما قلت لك نحافظوا على معطيات المريض وكل لو سيكري بروفيسيونيل وانا نعطي البروتوكول ومن بعد يجيني تصاور دونك لازم لي انستالاسيون كابابل دو جيري سو جون دو ترانسفير ديماج ومن بعد نعطي تقرير والتقرير هذا لازم يكون سيكوريزي كله دو اتر سيكوريزي وثما كيما قلت لك ثما بروبليم دارشيفاج لازم كل معناتها هي توت اون شين كي دو اتر ريسبكتي كلها المتابعه هذه معناها في المؤتمرات هذه واخر صيحه نجم نقولوا اخر صيحه في التكنولوجيا هذه تساعدكم برشا خاصه في العمل نتاعكم في العمل التصوير الطبي اخر معناتها ما وصل اليه التكنولوجيا في هذا المجال. قاعد برشا حوايج قاعدين نعرفوها اللي تو موجوده في تونس تو كيما معناتها احنا تو اللي عندنا هو اللي سكون افيل لي بيت سكان معناتها اللي سي اون ايماجري هيبريد بين احنا نقولوا معناتها التشخيص نتاع المريض وثم زاد معطيات اللي هي بيولوجيه موجوده عندنا موجوده في تونس. اما ثم برشا معناتها حتى في تو في عالم الرنين المغناطيسي قاعدين معناتها برشا تطورات كيف السكانرات وكل شيء راهو ليفوليسيون تكنولوجيك معناتها تانسيسانت كل يوم ما تطلع حاجه جديده حوايج نعرفوها حوايج ما نعرفوهاش وان بليس كيما قلت لك التصوير الطبي تو نو سولمون معناتها يشخص الحالات والامراض وكل او ميم تان تو اون تريت معناتها يبارتيسيب للعلاج نتاع المريض تو سكي بيوبسي ولا دريناج معناتها حتى حوايج اخرين تو اكتوالمون نجمو نداويو برشا امراض بالراديولوجي انترفونسيونيل دونك قاعد كل شيء قاعد يتقدم راهو حوايج نعرفها حوايج ما نعرفهمش معناتها كي تقرا كل شيء كل يوم ثم حاجه خارجه جديده. تري بيان. استاذتنا حبينا نعملوا مراوحه فنيه استراحه فنيه ماذا تريدين ان تستمعين اي فنان؟ فنان تونسيه صالحه. صالحه. التراث. التراث وهو كذلك. اذا زميلي اللي رافقني اليوم ايمن ليغا من اغنيه من اغاني صالحه المشهوره ثم نعود بعد ذلك الى البرنامج.